اي شورت كات في الدنيا بتلبسنا في حيطه، مش هيبقى فيه عدل لو واحد عمل رجيم لمده سنه وظبط اكله ولعب رياضه، واحد تاني عمل عمليه شال الدهون او شال المعده والاتنين يتساووا على التراك. ده بيستمر فتره اطول، وده بيعيش بجهاز هضمي مش سليم وعلى طول ماشي بادويه الحموض. نفس الكلام في الجمال، لما تنامي بدري وتستخدمي مستحضرات طبيعيه واكلك وفيتاميناتك والكولاجين وتبطلي قهوه وسجاير فبشرتك تبقى تمام، لا يمكن زي اللي بتعمل بوتوكس وفيلر وهي من غير البوتوكس والفيلر صعب قوي تتقبل نفسها في المراه. دي وجهه نظري، اعملوا اللي بره اوكي، ولكن بعد الاهتمام من جوه نبتدي ناخد الطريق الصح. واوكي لو مستعجلين شوية، ولكن ده لا يغني ان احنا نصلح من الداخل. اي حاجة في الدنيا هنغش فيها، هناخد شورت كات، الاخر مش هتبقى تمام ولن نتساوى ابدا مع اي شورت كات في الدنيا ولن نتساوى ابدا مع ناس خدت اللونج ران او خدتها واحدة واحدة. وانا اللي عليا هساعد كل الناس اللي بتتابعني ان احنا نغير من العادات واحده واحده، نزود حاجات خفيفه لغايه اخر سنه 2023 ان شاء الله لن تحتاجوا فلاتر ولن تحتاجوا بوتوكس ولن تحتاجوا فيلر. حتى اللي عمل مره او اتنين ممكن البشره تجدد نفسها لو اللي جوه اتصلح. ارجو ان دي تكون رساله توضيح، وان انا جاي اساعد مش جاي انظر على الناس. يومكم جميل. ولن نتساوى ابدا مع ناس خدت اللونج ران او خدتها واحده واحده. وانا اللي